أشاد مواطن جزائري مقيم ببريطانيا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إعادته لأرض الوطن بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بالسرطان. وقال أنيس تيجاني خلال الفيديو الذي بثه من المستشفى: رغم فرحي بخبر فتح الحدود إلا أنني حالة إنسانية مستعجلة. وأضاف: أنا في حالة حرجة ولا أستطيع الانتظار كثيرا. أناشد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والسلطات مساعدتي في العودة سريعا. وتابع: أنا مصاب بالسرطان وحالتي حرجة، أريد رؤية عائلتي حتى وإن توفيت أكون قد حققت أمنيتي.